الأحسن السعدي البرلماني والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب يحل ضيفاً على برنامج ضيف الأسبوع لمناقشة حصيلة الحكومة في منتصف ولايتها. ما هي أبرز النقط في حصيلة الحكومة بعد مرور نصف ولايتها؟ أي تقييم يمكن تقديمه لهذه الحصيلة؟ ما هي أبرز التحديات المطروحة على الحكومة فيما تبقى من ولايتها؟ وكيف ستعمل الحكومة على تدبير الملفات الاجتماعية المطروحة عليها؟ أسئلة وأخرى يطرحها نوفل العواملة على الأحسن السعدي البرلماني ورئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية في حلقة برنامج ضيف الأسبوع، يأتيكم في الأوقات التالية على قناتكم ميدي أن تيفي.